رئيس نادي سموحة عمل حاجة لطيفة جدا. كافئ عاملة نظافة في النادي بشهادة تقدير. ليه؟ بص بقى ايه؟ المصري على حق، المعدن، معدن المصريين. هذه السيدة الفاضلة، هذه الفتاة الفاضلة، هذه الإنسانة الفاضلة لقت شيك بمليون جنيه وهي بتمارس عملها دون أي تفكير أو تردد. خدته ودته للإدارة. هتيجي تقول لي ما شيك بمليون جنيه لو راحت بيه البنك هيقولها اسمك مش مكتوب في الشيك، ده اسم مثلا يوسف. قادر يا كريم، مهم يعني ده اسم يوسف فما ينفعش تصرفيه. الشيك يصرف لحامله. اه هو الشيك بتاع الافلام اللي بنتفرج عليها بتاع الزمان، يقول له ايه اكتب الشيك لحامله يا سيد افندي. هي كده الشيك يصرف لحامله. فالست عبير تاخد بعضها بالشيك اللي تقدر بمنتهى السهوله والبساطه واليسر وقانوني بس مش حلال، تاخد بعضها وتروح على البنك تسلم الشيك صورة البطاقة تاخد القرشينات وتروح. وكده 100 فل و14 أمنت مستقبلها ومستقبل عيالها لو فيه يعني مليون جنيه أرنب. لكن عبير ما عملتش كده. عبير بتخاف ربها، عبير عندها مبادئ، عبير متربية، عبير صح، نموذج لمصري 10/10. عبير علي معانا على التليفون. ازيك يا عبير؟ السلام بحضرتك يا فندم، انا متشكره قوي على كل الكلام اللي حضرتك بتقوله. بجد انا فخوره طبعا بنفسي ثم عيالي، وفخوره طبعا بالتلفزيون ان هو طبعا بيكلمني وبيقول الكلام ده كله عليا. امال لو ما كلمناكيش يا عبير نكلم مين طيب؟ ولو ما قلناش الكلام ده اللي يوفيكي حته صغيره من حقك. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، ربنا يبارك لي في حضرتك. يا رب يخليك يا رب ويدي لك الصحه ويكتر من امثالك يا عبير. شوف يا عبير، يا رب يا احنا رب بنمر كلنا بظروف صعبه خالص. اكيد طبعا، اكيد طبعا يا فندم. طيب وفي ظل الظروف الصعبه خالص دي ساعات يجي الشيطان يروح مزقزق لواحد في ودنه. بس اللي بيتقي الله وبيخاف ربنا ما بيقبلش قرش حرام على اهل بيته. الله اكبر. انت عندك عيال يا عبير؟ ها عندي بنتين. ما شاء الله ربنا يخلي. اسميهم ايه؟ عندهم كام سنه؟ واحده 13 سنه وواحده 12 سنه ومطلقه، وعندي 32 سنه قاعده في ايجار. وانتي شايله المسؤوليه بتاعت البنات؟ ايوه انا شايله مسؤوليه بناتي من بطولك. بطولك؟ ها بطولي. ايوه يا فندم. يقويكي ربنا يا عبير. وقاعده في شقه ايجار؟ ايوه. ايجارها كام؟ 1000 جنيه. يا اختي مهيتك كام يا عبير؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. مهيتك كام؟ اكيد طبعا. المهيه كام؟ في المهيه دي ما ينفعش اتكلم فيها لان ده سر الشغل، ما ينفعش اتكلم فيه خالص بقى. محترمه يا عبير، عليا النعمه. طب انا عايز اسال، النادي عمل لك شهاده تقدير؟ اكيد طبعا، استاذ وليد عرفات كرمني بشهاده تقدير من نادي سموحه. حلو، ده كلام جميل وكلام رائع وحاجة 10/10، والأمانة والضمير الحي ما يتقدرش بفلوس. ده بالنسبة لي مفهوم جدا جدا جدا. بس أنا عندي سؤالين بأمانة والله. هل أنت مرتبك بيطلع من النادي ولا بيطلع من شركة؟ لا لا لا، من النادي يا فندم، من النادي. طب بس طبعا النادي. طيب النادي ما قالش مثلا احنا نزود مرتب عبير أو نصرف مكافأة حلوة كده؟ والله يعني يا فندم إن أنا نهائي. انا كان عايز خالص بوصل امانه للرئيس استاذ شاكر والاداره بحكم شغلنا. يعني هو عادي خالص ان انا اشيك بمليون جنيه، هو عادي. ما احنا برضو في النص احنا بنلاقي برضو ذهب والماس وموبايلات. يعيش اللي ربك يا عبير والله العظيم. طيب اصحاب الشيك اكيد بقى راحوا استلموه. لا بصراحة انا ما حاولتش اسال فيه لان حاجة ما تخصنيش. ولا في دماغك؟ ها ولا في دماغي.
انت عارفه في عرف يعني كده يقول لك اللي يلاقي حاجه من حقه يطلب 10%. ايه بص حضرتك يا فندم، انا على مبدئي طالما فلوس انا ما تعبتش فيها ما اخدهاش. طب افترضنا انه اصحاب الشيك راحوا استلموه وكلموكي في التليفون واقول لك يا عبير احنا عاوزين نكافئك، هتقولي ايه؟ والله انا محتاجة الجنيه، ولو هم يعني اصحاب الشيك طلعوا حاجه من نفسهم ذوقيا لك عبيد عشان خاطر الامانه انا طبعا هوافق. حاجه رزق عيالي ما ينفعش ارفضها. طبعا طبعا طب. وبعدين بصراحه يعني انا عايزه اقول لحضرتك رئيس النادي استاذ وليد عرفات من الاخر يعني هو مش مخلينا محتاجين حاجه، هو رئيس نادي وبس، هو اخ لينا وابنك وبصراحه يعني انت ساكنه فين يا عبير؟ لا الخط بيقطع واحده واحده عليا عشان اسمع كويس. اقفي في حته فيها شبكه عبير، بيرو حته فيها شبكه. الو؟ لا حته فيها شبكه عبير، مش حته ما فيهاش شبكه، احنا وراها. طيب على ما نعاود الاتصال بعبير، انا بقى عندي طلب ده ممكن ينفذه لنا المحافظ او ممكن تنفذه لنا وزاره الاسكان مثلا، يعني ما هو الاثنين دول هم اللي في ايديهم يتصرفوا لنا في شقه العبير اظن تمليك. حاجه من الحاجات بتاعه الاسكان الاجتماعي بتاع اهالينا، عبير تقعد فيها هي وبناتها علشان اكيد عبير مش حمل ايجار جديد، يعني كفايه اللي هي شايلاه زي ما قالت انا شايله ولادي او بناتي من ساعه ما اتولدوا، هي اللي شايله الليله. فانا يعني اتمنى حتى لو زمايلي يكلموا سياده المحافظ كده على التليفون وعاوز يخش هوا ينور، مش عاوز يخش هوا مش قصه، المهم يعني ممكن يبقى مشغول، بس المهم عندي شقه من بتوع الاسكان الاجتماعي تمليك، ونكتب عبير العقد كده وتستلم وتبقى شقه من الشقق المتشطبه، ويا سلام سلم لو بالفرش بقى، ياه ده هتبقى سعاده الدنيا والاخره بالنسبه لي على الاقل. هبقى مبسوط انه البلد مقدراه، دي على سبيل المثال لا الحصر. فان لم يكن لدى المحافظ يعني في اطار الصلاحيات الممنوحه ليه عدد شقق يقدر يطلع منها حاجه لعبير، فيبقى وزاره الاسكان. طيب نادي سموحه ده نادي كبير وعريق ومحترم ومليان ناس تقايل، مليان ناس تقايل. أنا أخاطب واحد من التقايل وأنا عارف إنه بيعزني، مش هقول اسمه بقى. صح يا زيمة؟ شقة بقى. معانا عبير تاني على التليفون، ازيك يا عبير؟ لسه نقلت والله يا فندم، الشبكة بس وحشة. خالص خالص خالص، ده أنا عمال بقول لك إيه، أوقفي في حتة فيها شبكة عبير، لقيت الخط قطع، قلت لك لا يا عبير أنا بقول فيها شبكة مش نقطع شبكة. معلش يا فندم معلش. قولي لي يا عبير أنت ساكنة فين بقى يا ستي؟ في فيكتوريا. أنت في فيكتوريا؟ فين؟ أيوه. فين في فيكتوريا؟ عند مزلقان القطار. عند المزلقان بتاع القطر، قبل ما نعدي الناحية التانية ونخش على سيوف شماعة. بالظبط. وألبان السقعان وبتاع وجو عالي قوي. صح؟ صح يا فندم صح. طلعت انا قديم في اسكندريه اهو، ده انا عفريت في اسكندريه. بص يا عبير انا دلوقتي كل اللي انا عايزه ان شاء الله ان شاء الله، انا بقى ما يهمنيش خالص مساله انه يبقى في مكافاه ماديه حتى لو 100,000 جنيه، انا اللي يهمني شقه تمليك عقد اخضر تبقى ليك انت والبنات. اخضر يعني تمليك وش. ربنا ان انا يكون عندي شقه تمليك. ده اللي انت عايزاه. ده اللي انا عايزاه بس غالي. محتاجه اكتر من كده عشان بس ابرحها من الايجار كل شهر. طبعا البنات اولى. بعد كده مش عايزه حاجه تاني، هو يبقى كده ربنا حقق لي كل امنياتي، هو ده اللي انا بحلم بيه بس. ما تقوليش كده بقى، قولي لي ليه؟ ليه؟ انا مش مدروش خالص، بس اللي هقوله لك بقى ايه؟ مفيش حاجه اسمها
مش عايزة حاجة تاني من ربنا، عشان اللي عند ربنا كتير قوي، فانت تطلبي من ربنا اللي انت عايزاه هيبعته بس في ميعاده. فقولي انا دلوقتي بس عايزة الشقة، وان شاء الله ربنا يوعدنا بالاكتر، ربنا هيبعت لك الاكتر. بقولك انت دلوقتي قولي يا رب انا عايزة شقة، ويا رب بعد كده تبعت لي الاحلى والاكتر والاكبر ويبارك في بناتي. نوحد الدعاء. شكرا يا عبير، خلينا احنا نسعى لك نبقى احنا سفرائك يا عبير في هذا الموضوع. تاني انا اجدد المناشده والطلب والامنيه، واشدد عليهم جدا 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 الساده الافاضل معالي وزير الاسكان والسيد معالي المحافظ، بعد اذن حضراتكم احنا عايزين شقه تمليك في الاسكان الاجتماعي لعبير تبقى قدر الامكان قريبه من حيز الشغل والمدرسة بتاعة البنات، عشان ما نضطرش البنات ننقل من المدرسة ونخش في حدوتة وليلة في حاجة كده ايه في المشروعات اللي بتتعمل. والنبي وفي أقرب وقت نمضي عبير على العقد شقة تبقى متشطبة وبالفرش أقل واجب. دي كانت ممكن تاخد بعضها تصرف الشيك ومحدش بالقانون هيقول لها تلت التلاتة كام، يبقى معاها الأرنب تجيب الشقة اللي على مزاجها، وممكن تشتغل تفتح لنفسها شغلانة في الزغنطط. بس عبير ما بتقبلش قرش حرام، نيجي نعمل ايه؟ نساعدها احنا. طيب ولو مش موجود حاجة تبع الاسكان ولا تبع المحافظة نعمل ايه يا يوسف؟ ايوه نقول لبقى الباشمهندس من التقايل في النادي، وانا عارف ان هو لو وصلت له الفيديو ده بشكل او باخر والله انا هتصرف وابعته له يعني، مهم او غيره. بصوا يا جماعه انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى السنه دي تكمل في 31 ديسمبر وعبير باذن الله معاها عقد شقتها ده في اقل تقدير، ده لو ما كانتش ساكنه فيها، وباذن الله البلد دي قدها وقدود. والله تبقى جميله. طيب ما شاء الله عليها وربنا يبارك فيها هي وبناتها ويحميهم ويحفظهم من عنده. بالمناسبه ما حدش يطلع يقول لك اصل يوسف الدرويش واصل يوسف تسوق. بص سيبها على الله، انا في حاجات كتير حصلت في حياتي خلال 6-7 سنين فاتوا غيروني بالكليه بالكليه. مهم